أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض، مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنواتي أبو ظبي الرياضية، ويسرني بأن ألتقي مع حضراتكم في واحدة من المباريات المهمة في إياب دوري الستاش من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. إذن مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نذكر السادة المشاهدين بأن اللقاء في مباراة الذهاب كان قد انتهى بين الفريقين، بين شباب الأردن والشباب السعودي بالفوز في اللحظات الأخيرة لفريق الليث، والشباب السعودي بالتأكيد ليأتي ضيفا في هذه المباراة بالتأكيد هنا في عمان. مهدي عبيد الحكم الرابع سيكون الحكم لطفي، مراقب المباراة محمد العدواني. الآن الانتظار، الاطمئنان، التشيك على أن كل الأمور جاهزة لبداية شوط المباراة الأول لهذا اللقاء، والآن صافرة حكم المباراة. تحياتي محدثكم فارس عوض بشكل عام، مطالب أيضا بفعالية أكبر، بتحسين أكبر. الكرة بتعود بعد ذلك إلى العويشي اللي بدوره بيرسلها كرة عالية وأمامية، تعود هذه المحاولة واللقطة اللي بتصل في مكان في نص الملعب، المحاولة لإرسال كرة في الجهة اليمنى، المحاولة قائمة فيها تقدم، فيها كرة عرضية، محاولة خطيرة، لكن الكرة أيضا بتتخلص، الكرة بتتخلص والكرة بتبعد، والمحاولة بتصل من جديد إلى خارج الملعب في اللقطة الماضية، بتبعد وبتتحول إلى هذه اللقطة الماضية إلى خارج الملعب رمية التماس. هذه الأمور كلها بالتأكيد، كلها بالتأكيد يخوض بها يوسف النبر، والكرة بتتحول في الجهة اليسرى في مكان سليم، بيرسل كرة، تعود المحاولة الآن في نص الملعب، طويلة وعالية هذه الكرة، الكرة بيخلصها بشكل سليم على شوق القزعة، بيرسل كرة، يا سلام، تصويبة رباه، محاولة أولى لكن العويشير يتصدى، أخيرا تهديد أول يأتي بعد 17 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول. هذه أول تسديدة، شوف الكرة، فتح مساحة، صوب لكرة سمير سليمان، لكن العويشير تتكلم في الدوري ومع مجموعة لاعبين، الكرة الثابتة لمصلحة فريق شباب الأردن. شوط أول الأفضلية لشباب الأردن ما زالت طبعا، وفي الجهة اليمنى ورد البري العرضية، العرضية تأتي، المحاولة تعود، يقاتل عليها، يستبسل فيها، المحاولة قائمة والفرصة مستمرة، شوف المرور، شوف التقدم، شوف سمير، شوف الركنة، يا الله، فرصة ثانية لشباب الأردن اللي كان أكثر استحواذا، أكثر رغبة، أكثر وصولا، حتى وإن لم تكن الفرص كثيرة في الشوط الأول. إذا تتكلم عن ثلاث فرص على الأقل في الشوط الأول ممكن، لكن الرغبة، الوصول، المبادرة كانت لشباب الأردن. مراقب متابع بيرسل كرة لا تمر. الشباب السعودي في الشوط الأول كان عاجزا عن تنظيم أي فرصة خطيرة. أسبرية يحاول، أسبرية يحاول بكرة، ولكن الكرة سهلة تصل، والمحاولة بتصل في جمال بن عمري، لكن يحافظ على نظافة شباكة وقوة شباب السعودي من الموسم الماضي إلى هذا الموسم، تتمركز بشكل كبير في قوته الدفاعية. وصفرة حكم المباراة مشاهدينا متابعينا تون إحداث شوط المباراة الأول. شوط الأول حقيقة أقل بكثير مما كنا ننتظر ونتمنى، في فرصتين أو ثلاث فرص، وحتى الفرص لا تصل إلى الدرجة الحقيقية من الخطورة، لكن بانتظار شوط ثاني يعوضنا حقيقة عن كل شيء، لأنه ما عاد في أسوأ من الشوط الأول اللي شاهدناه بالتأكيد. وإذا كان الشوط سلبيا في 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 النتيجة، لكنه بالتأكيد إيجابيا بالنسبة للشباب على الأقل، لأن الشباب واللي درب أيضا دوراتس المكسيكي واللي كان بطل الدوري الأرجنتيني وبطل السوبر وكأس أيضا المئوية في بالتأكيد مع فريق لانوس، كانت السنوات الذهبية بالنسبة له. والكرة بتصل في الجهة اليمنى والانطلاقة والكرة العرضية سهلة تصل، لكن بتعدي عبدالله العويشير، فرصة دربكة، هناك خطأ، هناك خطأ، لكن أي تهديد، الكرة كانت ميتة، لكنها بعد ذلك أصبحت في منتهى الخطورة. شوف الكرة اللي فقدها عبدالله العويشير، عرضية سهلة، لكن بعد ذلك شوف فقد توازنه بقدمه، صحح الأمور، السقوط بعد ذلك والخطأ. هذا اختبار الآن بالنسبة لعبدالله العويشير، هذه هو اختبر نفسه،
هو اختبر نفسه عبد الله العوشير ووضع نفسه في الموقف الصعب. هل يصل مع الشباب السعودي الى مشوار الى نهائي؟ لكن حتى يصل عليه ان يمر، عليه ان يتجاوز، عليه ان يعبر. هنا سيبا يعبر، هنا سيبا يمر، عدى فيها يا سلام، تصويبة لا تأتي، لكن ما زالت الكرة تصل. يا عوشير قد يفعلها أسود غمدان، قد يفعلها فريق شباب الأردن. نشاهد ونتابع الكرة العرضية في مكان رأسية تأتي، لكن الكرة بتتحول إلى خارج الملعب في مكان سليم، والمحاولة بتتيم من محمد علي الأحمد الصغير. أحمد عدى، يا سلام يا سلام، هذا هو الصغير، يا سلام على التمريرة، بيلعب لكرة، الله على الكرة لو اكتملت. شوف الجمهور هناك، شوف الجماهير صغار أيضا في السن يتواجدون. ذكرت بأن النادي أساسا عمره صغير النادي 17 سنة من 2002، لكن النادي يولد في سنوات بالتأكيد قليلة لكن بإنجازات كبيرة. على حامل الكرة من قبل لاعبي شباب الأردن، هذا أمر يصعب على الشباب السعودي حتى الخروج من منطقته. هل ينجح شباب الأردن بأن يستمر بهذا الشكل بهذا الضغط طوال الشوط الثاني؟ نشاهد ونتابع الكرة العرضية، المحاولة، لأن هذا أمر يطلب مجهود كبير، يطلب لياقة عالية، حماس كبير. وهنا انظر الكرة العرضية تأتي، هذه اللقطة خطفها زيد أبو عابد، مشاها للنشامة، محاولة تصل إلى فضل هيكل، بيلعب لكرة في مكان فيها محاولة في الجهة اليسرى، فيها انطلاقة، فيها تقدم، فيها مرور، فيها مصطفى عيد، فيها كرة عرضية، ولكن الرأسية تأتي من الدفاع، متعب مفرج يبعدها، تصويبة يا رباه يا حارس المرمى عبدالله العوشير. آخر 13 دقيقة، الكرة بترجع الآن من لواي عمران، شوقي، محمد مشا، ورد البري، نقلات الآن، تمريرات لشباب الأردن، العرضية تأتي، المحاولة تأتي، أسود غمدان يأتون، لا يستسلمون، من أخرج البطل وحامل اللقب قادر على كل شيء يا رب يا الله. انظروا إلى التنقيط، انظروا إلى شباب الأردن، انظروا إلى كرة، إلى نهاية، إلى هدف، إلى فرحة، إلى عرضية. يا لشباب الأردن، يا للأسود، يا للأسود، أي فرحة يا أبو عابد، أي فرحة يا زيد، زيدهم. هذه واحدة من كرات شباب الأردن، من لقطات الأسود، 1-0، انتظروا لكنهم وصلوا بكرة، سجلوا بلقطة يعوضون الغياب، النقص، المواد، الأمور، الإمكانيات، اللاعبين الأجانب، بالروح والحماس. الله على الأسود، الله على شباب الأردن. زيد أبو عابد، زيد أبو عابد، زيد أبو عابد، سجلها. شوف العرضية من خلف المدافعين، الهفوة تأتي من الشباب السعودي، العرضية شوقي، الكرة تأتي من أبو عابد. إنهم شباب الأردن يسجلون. ألم أقول لكم بأن فريق الشباب السعودي يلعب بالنار، وأن خورخي الميرون قد يتعرض لهدف في هذه المباراة، وأن شباب الأردن فريق يلعب بروح بحماس. انظر إلى الأحضان، القبلة الآن والاحتفالية الآن، تعادل في الذهاب والإياب. شوف اللقطة، شوف اللعبة، شوف الكرة، شوف زيد أبو عابد، شوف السجدة هنا، شوف الفرحة، شوف الاحتفالية. يا لأسود غمدان، أم أن هناك ركلات ترجيح؟ الكرة العرضية العالية رأسية تأتي، متابعة للشباب، محاولة في الجهة اليمنى عن طريق البقعاوي، بيرسل الكرة إلى أسبرية، 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 عرضية، عدت، وصلت يا رب. جمال بن عمري، هدف في التعادل يأتي، الشباب بالتأكيد يعود مرة أخرى، يتذكر بأن هناك هجوم عن طريق الدفاع، عن طريق الدفاع. جمال بن عمري يسجل التعديل
في هذه اللحظات فرحة الليث، عودة الليث، احتفالية هذا الليث. الشباب السعودي يعدل، يسجل، يرفض ركلات الترجيح، يتذكرون بأن هناك هجوم لكن هناك احتجاج، هناك احتجاج كبير جدا. الهدف يحتسب حتى الآن، الاحتجاج يستمر من لاعبي شباب الأردن. الليث السعودي يظهر بكرة عن طريق جمال، عن طريق المدافع، تذكروا الهجوم بالمدافع جمال، سجلوها سجلوها، 1-1. الاحتجاج يستمر والنتيجة تأتي مشاهدينا. وشباب الأردن في هذه اللحظات بحسرة كبيرة، شوف أسبرية والعرضية، شوف الكرة اللي عدت، شوف الكرة اللي وصلت، شوف جمال بن عمري، المتابعة ما عجز عنه المهاجمون، فعله جمال. هذه اللقطة، هذه اللعبة كانوا يطالبون بخطأ، هل لامست اللقطة الماضية أم تركيا أم لا؟ شوف الكرة، شوف اللعبة، شوف الكرة العرضية واللقطة اللي عدت، جمال بن عمري تابعها.